بهدف تقييم أوضاع اللاجئين والنازحين بالأراضي الوطنية، وتزامنا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يحتفل به يوم غد، نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة التشادية ورشة عمل يبحث خلالها المشاركون ملفات عدة أبرزها تحسين ظروف اللاجئين والنازحين الاقتصادية. وعلى ضوء ذلك تداخل منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقدما شكره للحكومة على فتحها المجال أمام اللاجئين من دول الجوار، داعيا إلى ضرورة تقديم الدعم إلى تشاد في الوقت الحالي، وأن عدد النازحين في تزايد مستمر إلى الأراضي التشادية. نائبة مدير مكتب أفريقيا لشؤون اللاجئين في مداخلتها أبدت ارتياحها الكبير لما بذلته الحكومة في سبيل حماية اللاجئين وتوفير المستلزمات الآمنة لهم، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة تكثيف جهود للوضع حد لمعاناة اللاجئين. وزير الأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر بهذه المناسبة شكر المشاركين على اهتمامهم الكبير للاجئين. كما تعلمون أنه اللاجئين المتواجدين الآن في الجهة من جنسيات مختلفة، من سنترافيك، من نيجيريا، من نيجير، من السودان وإفريقيا الوسطى سنترافيك. فعدد اللاجئين حاليا في تشاد يساوي 450 ألف لاجئ متواجد في الأراضي التشادية. فعلى هذا الأساس يعتبر رقم بلدنا والشعب التشادي يعتبر من أول دول في إفريقيا اللي استقبلت اللاجئين. هذا ونذكر بأن بلادنا تشاد في الأونة الأخيرة قد باتت ملاذا آمنا لكثير من اللاجئين والنازحين.